رجعنا نتواصل معاكم في برنامج شباب قول وفعل، وقلنا لكم عندنا مدربة جاية من المملكة العربية السعودية، هذه المملكة الرائعة والتربة. خلونا نقول كفاية في إعطائنا البوز الإنساني الرائع كونها أعظم وأكبر دولة إسلامية جميلة تضمنا كلنا. أختنا سارة الفالح مدربة معتمدة في الوعي وسفيرة الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية، راح تكون معنا اليوم شباب قول وفعل. حياك الله معنا. الله يحييكم، مشكورين شباب قول وفعل. حياك الله سارة معنا في برنامجنا. اكيد هدى، احنا بنتكلم عن هذه الفكرة، فكرة ان انت سفيرة الاكاديمية الدولية بلس انك مدربة معتمدة. قبل شوي تحت الهواء كنا قاعد نتكلم عن شيء وايد حلو، ان احنا بنخصص هذا الموضوع حول الاهداف، ما راح نتكلم عن التنمية البشرية بشكل عام، نبي نتكلم عن الاهداف، شلون الشخص يقدر يحط اهدافه. بالضبط، موضوع الأهداف جدا 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 مهم لكل واحد فينا. أكيد. باختلاف مستوى الوعي وباختلاف الاهتمامات وباختلاف المجال اللي هو فيه. صح. لكن لازم كل واحد فينا يكون عنده أهداف تخليه يندفع شوي لقدام، يتحمس لبكرة، يتحمس ينجز شغلة معينة. الأهداف بالعالم مو كثير اللي يركزون عليها. صحيح. في إحصائية تقول 3% من العالم من الناس عندهم أهداف ويسعون تجاهها. أوف. يعني 97% بالباي باي بدون اهداف، ما يدرون تقليد. يعني امي قالت لي سوي كذا، ابوي قال لي سوي كذا، المجتمع يبيني اكون كذا، لكن اهداف منه هو ما في. وهذا شيء مو حلو للمجتمع كامل، لان احنا نحتاج لكل فرد انه يكون 100% هو، انه يورينا نظرته للدنيا. تعرفون احنا، انا اشوف هذه الأشياء اللي موجودة هنا من زاويتي. صحيح. انتي تشوفينها من زاوية مختلفة، شخص ثالث يشوفها من زاوية مختلفة، فإحنا محتاجين أننا كلنا نشتغل، لأن الأهداف دائما الإنسان باختلاف المجتمعات، باختلاف البيئة، المحيط، دائما كل إنسان عنده قناعات واعتقادات وأهداف معينة أو طموح معين. اليوم أنا لما أختلف بالضرورة راح ننتج شيء مميز، ولا لو كلنا متشابهين كان ما صار عندنا الطبيب والمحامي. بالضبط. والمعلم يصير المجتمع كله نفس بعض. صحيح. ما يصير في شيء مميز، ما يصير في شيء يشد الانتباه، ما يصير في تطور. اكيد اللون الابيض اللي هو اللون الابيض، لولا اختلاف الالوان اللي نشوفها من خلال منشور زجاجي لما طلع لنا. صح. اللون الابيض البراق الرائع هذا. مقوله حلوه، التغيير انزين هو الثابت الوحيد في الحياه. هل حياتنا هي المتغيره؟ دائما حياتنا متغيره، لو بندور شيء واحد ثابت ما راح نلاقي غير التغيير. طول الوقت في شيء ورا شيء، في شهيق وراه زفير. صحيح. فيه نجاح وراه فشل، هذا من التوازن اللي في الكون، دائما الكون متزن، في شيء حلو في شيء مو حلو. صحيح. احنا لازم نتعلم، ويمكن تكون هذه أولوية لنا، اننا نتعلم شلون نمشي مع التغيير، بدل ما نستنى الأشياء تظل مثل ما هي علشان احنا نبدع ولا احنا نكون احنا، لازم احنا نمشي معاها. تخيلوا لو احنا على نهر، ما راح نقول والله النهر الحين إشارة حمراء نوقف شوي نشوف ايش سوينا، نشوف شلون بنعدل. لا، النهر طول الوقت ماشي ولازم احنا نمشي معاه طول الوقت. واذا صدينا النهر يعني موجة من امواج النهر، خلينا نقول بيدنا عشان نكون مختلفين، ممكن لو هذه طريقة هالشخص، لكن بالنهاية انت تبي تمشي مع النهر، تبي تكون منسجم معه، لانه انت ما راح تقدر عليه، انت واحد ونهر كبير. صحيح. ما راح تقدر تخالف هذا النهر، امشي مع التغيير واكسب التغيير لمصلحتك. صحيح. شلون؟ من خلال انك دائما تحط لك اهداف، دائما تحط لك رؤيه، دائما تحط لك شيء انت تسعى له. صار عندنا مشكله احنا في مجتمعاتنا، يمكن من باب ان خلينا نقول الافراد مو متمردين فيه بالعاده. اي شخص مثلا تسالينه وهو بالثانويه، الحين وايد يزعلني لما اسال واحد بالثانويه اقول له انت شنو تبي تتخصص لما تروح الجامعه؟ يقول ما ادري، خلنا نشوف حسب نسبتي ويصير خير. مو عارف الشخص شنو ميوله، مو عارف شنو طاقته وين يقدر يوظفها ويبدع فيها. شلون انا اعالج هذه المشكله من خلال تحديد اهدافي في هذه الدورات؟ لما الواحد يبدا يحط لنفسه اهداف ويسعى لها، شلون اكتشفها؟ هذا اول شيء، شلون اكتشفها؟ اكتشفها، اكتشف شغفي. هذه مواضيع احنا نتكلم عنها، عندنا امسيه كل يوم سبت. ممتاز. سواء في الكويت او اونلاين دائما نقدم هالمعلومات، موقع اقدم فيها المعلومات، لكن لازم كل واحد يكتشف الصفات المميزة اللي فيه ويفكر شلون أنا راح أوظفها عشان أخدم مجتمعي. تعرفون بالبزنس يقولون I win you win، أنا أربح أنت تربح. إحنا نبغى نفكر فيها بطريقة ثانية، أنا أربح وأنت تربح والمجتمع يربح. صحيح. فأنت محتاج تشوف شو الأشياء اللي أنت تتميز فيها. لو عندك كل فلوس الدنيا إيش تبي تسوي؟ الله، أقدر أشتري كل شيء وأقدر أستمتع بكل شيء. إيه؟ لكن ما أقدر أشتري النية الصافية. صح،
النية مهمة جدا موضوع الأهداف. Good point. اللي يخلي الهدف يتحرك واللي يخلينا احنا نتحرك تجاه الهدف اننا نكون عارفين نيتنا من وراه. لو بنراجع شوي، اول شيء اكتشف انت مميز بايش، ايش تحب تقدم، ايش تحب تعطي للدنيا بدون ما تفكر بالمقابل. انت ايش تبغى تسوي في هالدنيا، ايش الثمره المميزه اللي انت تبي تعطيها للعالم. بعدها تعلم شلون تعطيها، بعدها جرب بالاهداف وبالتجربه، بنلاقي ان مرات نستانس على الموضوع نندمج فيه اكثر، وبنلاقي ان مرات لا والله ما جاز لي لما جربت، صحيح طلع الموضوع مو حلو. اذا ما جاز لي وما كان حلو الموضوع، هل انا بهذه الطريقه راح الجا الى تغيير الهدف؟ بالضبط، في مرونه بالموضوع، انا اشوف لي هدف ثاني يحمسني، انا اتعلم على نفسي من خلال هالتغيير، مره انجح ومره ما انجح عادي. عشان كذي يمكن ساره دائما نقول خلونا نحط بلان بي، ومو عيب لما الواحد يقط بلان اي ويتمشى على البلان بي مالته. بالعكس، هذه قمه الشجاعه وقمه يعني وينك من زمان يا ساره. ففعلا هذه قمه الشجاعه انك تقول لا لاشياء، تقول هالشيء انا جربته ما يصلح لي. حلو. انا شخصيا واحده من الدورات اللي قدمتها ما كنت مرتاحة بسبب مشاكل صغيرة بالتنظيم، أول وقت ما كان يناسبني، قلت إذا ما ناسبني الموضوع أنا راح أبطل تدريب عادي. يمكن قاعدين نشوف بعض الصور من دوراتك اختصارة، في كثير خطوات أنا مشيت فيها وأهداف مشيت فيها، بعضها ناسبني وكملت فيها وبعضها وقفتها. فهي شجاعة أني أمشي مرة ثانية مع التغيير، ما أقول لا لازم يصير الموضوع بطريقتي. شنو مفهوم التغيير في هذه الدورات؟ يعني اليوم إحنا قاعد نتكلم لازم أنا أجاري التغيير، لازم أجاري التغيير. موضوع الأهداف، لما أنا أي أبي أحط أهدافي لابد أن أنا يكون عندي طريق واضح علشان أوصل له. ما أقدر أنا أقول أبي أحط هدف ومعطياتي الموجودة أو معطياتي اللي حوالي مو موجودة فعليا وتساعدني أن أنا أحقق هذا الهدف. فهذا يرجع شلون أنا أحط هدف مناسب لي. أنا هذه أسويها أكثر شيء في جلسات one on one، مو دائما بالدورات اللي فيها أعداد. لا، أنا أحب الشغل مع شخص واحد وبس، عشان ننتج، عشان هو يكون عشان هو يقدر يطلع كل اللي فيه، علشان نقدر نعطي المواضيع حقها. فشلون نختار الأهداف اللي تناسبني؟ وفي شغلة أهم من الهدف اللي هي وراء الهدف، شو الشعور اللي أبيه من الهدف؟ أوكي، يعني مرة أنا أقول، مرات الناس يقولون أنا أبغى أحصل على كذا، أبغى أحصل على سيارة معينة، لكن ما يعرفون ليش يبغون السيارة. حصلت وبعده وبعد، بعدين يصير الموضوع بايخ، يصير ما فيه حماس، لأن المجتمع يشوف هالسيارة حلوة. في شخص يعني صديق قال لي معلومة جدا جميلة، احنا مرات نبي نوصل حق شيء نعتقد ان هذا هدفنا. نعتقد فاقول انا بوصل حق هالشيء. مثلا انت تبي توصل رسالة معينة، تقول انا ابي اصير مثلا خلينا نقول مقدم برامج. يقول تكتشف انه تقدر توصل الرسالة من غير ما تكون مقدم برامج، مثل الحين خلينا نفترض وسائل التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا، انت وصلت رسالتك. الهدف مو انك انت تكون شيء معين او مادة معينة او في حيز معين، لا، انت شنو تبي تقدم من وراء النتيجة. بالضبط. هي الهدف. احنا بطريقتنا البشرية المتواضعة نظن انه هذا الهدف هو اللي راح يعطيني هذا الشعور. لذلك انا اقترح انه خلينا نخلي الهدف على جنب. انت ايش تبي من انك تكون مقدم برامج؟ ابي اكون مؤثر، ابي صوتي يوصل للناس، ابي الكلام اللي انا اقوله يوصل لهم ويأثر فيهم. فانا اركز على هذه الشغله، وهذه جزء من النيه. اوكي، وانسى الهدف البشري المتواضع، لان مثل ما قلتي يمكن الاقي طريقه اسهل لي احقق فيها نيتي. حلو، هذه شغله جدا. لو نربط كلامك الرائع، انت يور جونا بي ماي لايف كوتش بهالحلقه. اوكي اوكي، بهالحلقه انت لايف كوتش مالتي. لو اربط الكلام الرائع هذا بموضوع الحلقه واقول التضحيه وتحقيق الاهداف، دائما هاشم انزين ان اخطا فعفى الله عما سلف وان اصاب فيجزيه ربي كل خير. حلو، اقول شوف الدنيا من عيونك ولا تشوفها بعين احد ثاني. حلو، انزين، في ناس تضحي باهدافها وتضحي بالامور اللي راسمتها لحياتها، لاب، لأم، لأخ، لزوجة، لمجتمع، محيط. شنو ارتباط التضحية ارتباط التضحية بتحقيق الأهداف؟ بالضبط، أنا بالنهاية أبغى أفيد المجتمع وأفيد عائلتي وأفيد كل الأرض اللي إحنا عايشين عليها بأقصى طريقة ممكنة. حلو، علشان أفيدهم بأقصى طريقة ممكنة أنا ممكن أقدم شيء كبير، بدل ما أنا أشوف الفائدة الفورية خلونا نشوف الفائدة الكبيرة اللي على المدى. الفائدة الفورية أوكي، ريحنا راسنا، طنشنا هالموضوع، لكن الفائدة الكبيرة لو أنت حققت أهدافك هذه فائدة يعني لكل الأطراف،
بما فيهم هالأشخاص اللي ربما بالبداية كانوا معارضينك أو معاجبهم أو متضايقين. ريحتك ها؟ ريحتي. هي اللايف كوتش مالتي يا جماعة حق اليوم. أنا قاعد أقول لكم سارة الفالح تمثلني لهذا اليوم خلصي. الموضوع الجميل هاشم اللي ذكرته أن أنا اليوم أضحي بأهداف. هي قالت لك أنا أقدر أسوي أهداف من غير ما أضحي. طبعا. شلون أنا اليوم أقدر أكيف؟ يعني مرات في طموحات خلينا نسميها طموحات وايد عالية على ظروفي وبيئتي ومحيطي الاجتماعي، خصوصا احنا نتكلم عن الموضوعات الاجتماعية لأن وايد ناس تعلق شماعة أخطائها أو كسلها على المجتمع. هذا المجتمع اليوم أنا شلون أكيفة في البداية عشان أنا أقدر أحقق هدفي؟ مرات في أشياء تقريبا في عند الناس تكون مستحيلة. صح. والسبب أم وأبو وأخ وأخت. صح. عشان أنا أقدر يعني أهيئ هذه الظروف حق نفسي. جهدي بهالنقاط وبهالأهداف اللي تضايق، ليش ما إذا أنا صحيح أبي أحقق أهدافي وإذا أنا صحيح عندي هالطموح راح في عندي مساحة صغيرة أقدر أشتغل فيها بدون ما أضايق ولا أحد ولا أستفز ولا أحد. فنشتغل بهالمساحة الصغيرة، ربما هي فترة تدريب لنا. دائما في سيستم أكبر مننا وأكبر من نظرتنا البشرية. هذا التعامل الإيجابي مع الظروف. إيه، ومو بس تعامل إيجابي لأن أنا أقرر أن إيجابي هو فعلا في مصلحتي، بس أنا مو عارفة شلون. أوكي، بمصلحتك أنك موجود في هذه البيئة وبهالتحديات ربما راح تحفز فيك شيء يبهرهم كلهم أو شيء جميل. إيه، فلا شوف الظروف السلبية بالخطوة اللي جاية وبس. ترى ممكن تصير هالخطوة اللي أنت تسميها سلبية بمصلحتك وإيجابية لك. هذه لفظة نسميها السرنديب. السرنديب إيه، يعني إنه ممكن أشياء تصير شكلها سلبي لكن بعد لكن سنة هي إيجابية، تكون موظفة من رب العالمين أو من البيئة المحيطة من غير علم أنها توصلك إلى شيء إيجابي. صدمتوني بهذه الضيفة الرائعة الجميلة، لكن اللي حاب يتواصل معاها الانستغرام مالها راح يبين معانا على التول بار تحت، الأستاذة سارة الفالح. انزين، هذا الانستغرام مالك، اللي حاب إنه يتواصل معاك في أي شيء يتواصل معاك على الانستغرام. إيه، هو آخر أندرسكور PD. آخر شيء بعد نضيف عليه أندرسكور. هذا تويتر بس الانستغرام. هذا التويتر وتويتر وانستغرام وسائل التواصل الاجتماعي توصلنا إلى هذه المدربة الرائعة. مجتمعات العربية طلع الثائر الحين، يعني الثائر فكريا وأدبيا. يعني المجتمعات العربية هي مجتمعات نمطية تمشي على ستيريوتايب معين. إنزين، 3% يطلعون مميزين و 97% يمشون على هذا الستيريو تايب. شلون أكون من 3% المميزين؟ أكتشف شو اللي يثير شغفي، أكتشف زاويتي وأفتخر فيها وأشاركها مع الناس. أنا أشوف الوضع اللي الحين صاير مؤخرا مع السوشيال ميديا تغير الموضوع، تغير الموضوع تماما عن قبل. بالعكس، صرنا نشوف الناس شلون يفكرون، الناس إيش نظرتهم المميزة، صرنا نشوف إبداعات أكثر وإنتاجات أكثر. صحيح. وأنا أشوفها شيء يعني جدا جدا حلو. فما أتوقع أن الوضع الحين زي قبل، الحين بالعكس كل واحد قاعد يكون هو أكثر من أي وقت مضى. وإحنا نتمنى يكون الوضع أكثر، يعني مثل ما في وضع إيجابي أيضا يمكن الأوضاع السلبية. إحنا ما نبي نتطرق حق السلبية وايد، بس إحنا قاعد نقول من هذا المنبر، من برنامج شباب قول وفعل وعلى لسان مدربة يعني معتمدة في هذا الجانب، اختلفوا. إحنا اليوم يمكن حتى في السوشيال ميديا صج في ناس واقع يعبرون عن نفسهم وعن ذاتهم من غير تقليد، ولكن في ناس ايضا قاعد ينجرفون خلف ان انا اكون مثل هذا الشخص، كوبي من هذا الشخص. لا، اختلفوا. الاختلاف هو اللي يحقق التطور، هو اللي يحقق الطموحات، هو اللي يخليني انا اليوم اسوي شيء جديد. يمكن هو الحين انت الناس تعارضك فيه، بس باشر يمكن الناس كلها تتفق عليك وتصير انت قدوه حق وايد ناس. فعلا اختلفوا وحققوا ذاتكم من الداخل. فعلا، ورينا انت مين، وري العالم انت مين. انت لسبب، الله سبحانه وتعالى حط فيك هالأشياء لسبب، امشي معها. قاعد تكلم بلساني، يمكن أنا بغيت أطرح موضوع يشاغبني قلبي عليه، يحبونها بالكنترول كلمة يشاغبني هذه، يشاغبني قلبي عليه أستاذة سارة، اللي هو الناس أغلبها يكون عندها قناعة بأشخاصها لكن ما عندها قناعة بالناس اللي أمامها. شلون نزرع القناعة الجميلة؟ وانت عارفة القناعات صعب تغييرها وصعب زرعها، خاصة في مجتمعات جبلت على العادات والتقاليد وغيرها، الشيء اللي نفتخر فيه للأمانة. إنزين، إن سارة الفالح مختلفة عن أنوار سعود، وأنوار مختلفة عن هاشم، وهاشم مختلف عن نايف، نايف مختلف عن فهد، وكلنا مختلفين عن بعض. لكن نحاول نوظف هذه الأمور وهذه القناعات المختلفة في مصب نهر مجتمعنا. بالضبط. شلون نزرع القناعة هذه؟ أنا أشوف أنها جدا سهلة، بس شوف هذا الشخص إيش قاعد يضيف، صوته المختلف إيش كثر قاعد يثري سوالفنا وأحداث حياتنا. أنا أشوف إنه شيء جدا حلو. أنت ما تبغى الأشياء تصير
نفسها 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 خلاص زهقنا يعني. اي والله نبي اشياء جديده، نبي صوت جديد، نبي تغيير. ترى جمال الاهداف اعتقد يمكن قبل شوي كلمتك عنه هاشم، والحين ابي ارجع انا اتكلم عنه موضوع النيه. اليوم انا وهاشم موضوعنا كله تضحيه ومسؤوليه اجتماعيه. تضحيه ومسؤوليه اجتماعيه والحين دشت النيه معاهم. فنبي نتكلم عن هذا الموضوع. انت قاعد تقولين الحين احنا في نهر، وشبهتي النهر بالمجتمع والشخص اللي في والتغيير. نعم، خلينا نتكلم عن النيه زائد المسؤوليه الاجتماعيه. حلو. هل هي روافد حقيقيه لتحقيق الاهداف؟ يعني اليوم في ناس وايد تقول او تحط حق نفسها اهداف تحت هذا المسمى او انانيه فقط حق نفسهم، هم يطورون نفسهم هم فقط، مو مهم المجتمع. ايش كثر مهم ان انت تكونين حاسه مسؤوليه اجتماعيه وعندك نيه صافيه عشان انت بالفعل تحققين اهدافك الخاصه، يعني في فائدة المجتمع ككل أو المحيط اللي حولك. أنا بالنسبة لي أختصرها في ون ون ون، دائما أفكر شو اللي راح أقدمه وأضيفه للعالم، شو اللي راح أضيفه لمجتمعي، شو اللي راح أضيفه للناس اللي أنا متوجهت لهم برسالتي. مثلا خلنا نقول البنات، شلون أنا راح أضيف لهم هم شيء من خلال هذا العمل. ما أقدر أنا أشتغل لحالي، ما حد يقدر يعيش لحاله طبعاً. أصلاً ما رح تكون الحياة حلوة. لازم ننوي إن كل عمل إحنا نسويه يكون فيه فائدة للمجتمع، وهذا شيء نقدر نتصرف فيه بخطوات بسيطة. مثلاً إن نخصص مبلغ لتبرعات لشيء في مجتمعنا، أو إن إحنا ننشئ خدمة تفيد المجتمع ما كانت صحيح. موجودة من قبل. يعني أنا هذا اللي حاولت أسويه مثلاً في الجلسات. أوكي، دورات دورات دورات، لكن شون أنا أضبط موضوعي، شون أنا أضبط أهدافي. أوكي، الحين نقعد مع بعض، مع أنها ربما عملية تأخذ وقت كثير وجهد على شخص واحد، لكن هذه طريقتي في أني أنا أخدم مجتمعي. ولكل واحد طريقته، اللي قد لا تكون مباشرة أو بس بتبرعات أو بس بأشياء كبيرة. صحيح، في أشياء تكون جدا صغيرة يمكن هاشم تتفق معي. يعني نشوف في وايد مثلا أكاونتات موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي يقدم خدمة، شلون أنا أجيب لك المعلومة لعندك؟ يعني هم هذه خدمة اجتماعية؟ لما أنا اليوم أقول لك هذه معلومة تعال تثقف، الإنسان يقدر يقدم وايد أشياء بسيطة من غير ما يبالغ فيها. مو أنا أقول لك خدمة اجتماعية اليوم يعني أنت معاشك وتحطها ساعات يمكن سادة سارة يمكن توافقين الأمر هذا، ساعات بعض الأمور المعنوية نفس ما قالت أختي أنوار يكون لها وقع أكبر إنزين من الأمور المادية اللي صح. قاعدين نسويها. إحنا ترى المفروض أن ما نهتم بالأحداث الكبيرة اللي بحياتنا كثر ما نهتم بهاللحظة اللي وراها لحظة، اللي وراها لحظة. الشعوري بهاللحظة لو أنا أقدر أساهم بتحسين شعور شخص في لحظة، ربما عندي يكون أهم من أني أنشئ مركز ولا كذا ولا هالأشياء الكبيرة اللي مجتمعنا برمجنا أنها الأهم. بالنهاية مهم شعورك بهاللحظة، مهم أنك تتطلع للحظة اللي بعدها، أنك تبي تسوي شيء، أنك تبي تقدم شيء، تبي تستخدم كل ما فيك. أنا قبل كنت أدعي هالدعاء كثير، يا ربي استخدمني، يا ربي استخدمني، وما كنت أعرف شلون. درست بالجامعة تخصص حلو وممتع، لكن كنت عارفة ما أبغى أشتغل فيه، بس يا رب استخدمني، يا رب استخدمني. سبحان الله شلون وصلت لطريق التنمية الذاتية وللايف كوتشنج. فعلا الحين أحس أنه الله سبحانه قاعد يستخدمني بأفضل طريقة. She's my life coach. خلاص She's my life coach. أوكي. متى الموعد؟ الحين بعد البرنامج حاضرين تحت أمرك. يمكن الكلام اللي قلتيه للأمانة وايد حرك فينا أمور معينة، خلنا ناخذها شوي من ناحية نزعة إنسانية ومن ناحية أنا عليا تكون عند الإنسان، ومو عيب الواحد يفاخر فيها لأن العليا إذا كانت صالحة. حلو. إنزين، أنا دائما أقول وأعوذ بالله من كلمة أنا ولدكم دا خطاء من هني لهني، فأتمنى أني يصير لي ريشيبينج معاكم يوم عن يوم. دائما أقول once I planted a smile on someone's face my job is done. حلو. إذا أنا رسمت ابتسامة باليوم على محيّة شخص واحد أنا عملي انتهى. فهل هذا ينفع أن يكون سلوغن حق الحياة؟ حلو، لكن هدف مو من أهداف حياتي؟ أركز عليهم برا، لأن بعدين بكون مو من 3%، بكون من 97% اللي يبغون يسعدون 3%. لا، أصير من 3% اللي يسعدون 97%. مو شرط أسعدهم بطريقة مباشرة، أسعدهم بكوني مثال، أسعدهم بكوني رمز الله. للأمل الله. ما هو بطريقة مباشرة، لازم أنا الحين أخليك أنت تبتسم. لازم إحنا عندنا هالقدر من الطاقة أو هالقدر من الوقت أو هالقدر من التركيز لازم نحطه في اتجاه إحنا نختاره علشان ما نضيع هالجهد وهالطاقة المحدودة اللي عندنا إياها.
نحطها بالوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. وإحنا نتمنى لك إن شاء الله يا رب التوفيق في كل دوراتك، إن شاء الله يا رب بعد الناس كلهم اللي يكونون معك سارة، وحتى بينهم وبين نفسهم إن شاء الله يحققون أهدافهم. هذا أهم شيء عند كل إنسان، حط أهدافك وحققها باللي أنت يريحك وتحبه واختلف عن الناس عشان تقدر تنجز. إحنا كذي وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج شباب قول وفعل، نشكركم على المتابعة ومع السلامة. تدرون ليش برنامجنا مختلف وتدرون ليش إحنا دائما نتميز في استضافة الضيوف؟ لأن ضيوفنا مختلفين. قول وفعل هذا واحد، اثنين لكل إبرة بالبرنامج عندنا معنى. اللون الأخضر يدل على الحياة، خل قلبك مفعم بالحياة. اللون البنفسجي يدل على الثقة والغرور الأعمى، لما تكون واثق من نفسك خلك واثق من نفسك. واللون الأزرق يدل على السماء، خل طموحك وأحلامك أبعد من حدود السماء. في أمان الله.